تبع المزرعة الذكية، تحكم إلكتروني عن طريق تطبيق، عن طريق كمبيوتر، عن طريق الزرار اللاسلكية تركبهم في أي مكان في العالم، فقط ترص الزر من هنا، تفتح سناسكا وتستنى شوية وعلى طول يبدأ الخط يضخ شوية شوية. ما شاء الله، لا ما شاء الله، الضخ يشتغل. طب نحي المقطع هنا بتاع التنقيط ورباش، نوريكم بشكل اسهل المية كيف تطلع. لما تجيب تسكر نفس الشيء، ترص نفس البطمة، شوف المية كيف تبدأ تنقص بشوية بشوية. هاي البطمة مسكرة طبعا، تبي حوالي 7 ثواني باش تنطفى. يا سلام ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم، هذا حساس التربة يطلع لك الرطوبة والحرارة والحموضة وكل بيانات التربة اللي تبيها انت حسب الطلب. لو تبي تزيد حساسات تانية فيه، وتقدر عن طريقة تخدم المضخة وتخدم السنسكات كيف ما تبي من غير ما تمسها بكل.